يعني دلوقتي لو هنتكلم عن الصحة العامة هنتكلم على العادات اليومية، هنتكلم عن الأغذية، هنتكلم عن المشروبات، هنتكلم على إزاي نبدأ نرفع مناعتنا. نرفع مناعتنا أول حاجة المفروض إن فيه بيبقى فيه مشروبات اسمها مشروبات شتوية. احنا هنبدأ برفع المناعة؟ اه طبعا. طيب ما نأجلها شوية يا دكتور، لأنه ده يعني الجزء المهم اللي أتخيل إن الناس كتير قاعدة مستنية تسمع كلام عنه، فنأجلها شوية عشان الناس تتفرج على الحلقة كلها. مفيش مشكلة. عشان نشدهم شوية يا دكتور. خلاص مفيش مشكلة. طيب أنا عايزة أبدأ يا دكتور بالأمراض المنتشرة اللي ممكن خلال فصل الشتاء نصاب بيها مرة واثنين وثلاثة وأربعة، يعني لو مناعتنا بعافية شوية، وهي الأمراض الفيروسية اللي ممكن تنتشر خلال فصل الشتاء. ايه اشهر المشاكل والامراض اللي ممكن نصاب بيها خلال فصل الشتاء وتكون نتيجه عدوى فيروسيه؟ هو عاده او المتبع او العادي اللي هي الانفلونزا الموسميه. الانفلونزا الموسميه اللي هي H1N1 دي عباره عن انفلونزا بنقول عليها انها بتصيب الانسان وبتصيب الجهاز التنفسي على وجه الخصوص. طبعا لو اتكلمنا عن الكوفيد وتطوراته او اللي حصل بعد كده من تطورات تحور للفيروس نفسه اللي هو ان كان اوميكرون او ان كان ما بعد ذلك اللي هو برضه بيتقال عليه فيروس كورونا اللي هو اخر حاجه XBB اللي هو بيصيب الجهاز التنفسي وبيسبب آلام عضلية وبيسبب ارتفاع في درجة الحرارة وبيسبب رشح وزكام وبيسبب كحة وسريع سريع سريع الانتشار. برضو أخف وطأة من COVID-19 أو يعني بيخلي الإنسان مصاب لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة، بس بعد كده الحال بيستقر وما بقاش في أي مشكلة خالص، بتبقى الأمور بالنسبة له مستقرة، بس طبعا لازم يتبع التعليمات الطبية. طيب نقدر نقول للناس دلوقتي ازاي ممكن يفرقوا ما بين ان ده دور برد عادي، ده انفلونزا، دي كورونا؟ لانه كمان الناس بدأت تتلخبط، ومع دخول الشتاء الناس مش عارفة لما ولادها بيعيوا شوية أو هم بيعيوا شوية ما بيبقوش عارفين الأعراض دي راجعة لإيه. هل هو دور برد؟ هل هو أنفلونزا يعني بتاعة الموسم أو موسمية زي ما احنا بنقول؟ هل هي كورونا؟ الناس مش بتبقى عارفة تفرق. هو الفرق الوحيد اللي احنا بنقول عليه اللي هو ما بين الإنفلونزا الموسمية والكورونا أو مشتقات او محاور الاوميكرون او تحور الكوفيد 19 اللي هو في الطور الجديد بتاعه، بيبقى فيه الام عضليه، بيبقى فيه الام في البطن، بيبقى فيه قيء واسهال، وفي نفس الوقت بيبقى معها مصاحب ليها ارتفاع في درجه الحراره، بيبقى مصاحب ليها رشح وزكام، بيبقى مصاحب ليها كحه. في كل الحالات اهم حاجه العلاج بينقسم لشقين، اول حاجه شق دوائي، تاني حاجه شق وقائي. الشق العلاجي اللي هو ان كان هياخد ادويه زي الباراسيتامول خفض للحراره وزي فيتامين سي وحاجات زي كده، والشق التاني اللي هو رفع المناعه، وهنرجع تاني لرفع المناعه. بس هنأجلها برضه. طيب امتى ناخد مع الادوار دي الثلاثه اللي احنا ذكرناها، امتى نلجأ للمضاد الحيوي؟ نلجأ للمضاد الحيوي في حاله واحده، لما الدكتور او الطبيب يقرر ان فعلا محتاج مضاد حيوي، لان في معظم الحالات ما بتحتاجش مضاد حيوي، سواء انفلونزا موسميه او حتى كوفيد او الكورونا المستجد اللي هو المتحور اللي هو بيسموه XBB.1 اللي هو طبعا يعني يمكن دلوقتي بقى في مشتقات تانية كتير زي الفا وبيتا وجاما ودلتا، والفا ده مشهور طبعا في انجلترا والصين، بيتا موجود في جنوب افريقيا، جاما بيبقى موجود في البرازيل وامريكا اللاتينيه، دلتا موجود في الهند وشرق اسيا. يعني المضاد الحيوي احنا هناخده بس في حاله ان الدكتور اللي بيتابعنا يقرر ان احنا محتاجينه.
ولكن مش هناخده كده من نفسه. هو انا عايز اقول طيب. للاسف اي اتفضل طبعا. إيه معظم الناس بيروحوا الصيدليات والصيادله او بعض الصيادله او العاملين بالصيدليه يصرفوا المضاد الحيوي تلقائي من غير ما من غير استشاره الطبيب، وده طبعا غلط وغلط جدا يعني. لكن في معظم الصيدليات بتلتزم بروشتة وده الصح. انا عشان كده بس بسال السؤال ده، عشان كون ان المريض يروح يطلب مضاد حيوي والصيدلي يديهوله ده مش مظبوط وده مش صح. طيب وممكن يبقى المضاد الحيوي ملوش علاقه بالفيروس او بالالتهاب البكتيري اللي موجود نتيجه التهاب الفيروس. طيب هو كده بياخده من غير يعني حاجة ليه، فبالتالي ده هيضعف مناعته أو هيأثر بعد كده عليه لو هو جاله دور محتاج حقيقي إن هو يتعالج مضاد حيوي، المضاد الحيوي مش هيبقى ليه أي قيمة أو أي تأثير. أكيد، لأن بيبقى في حاجة اسمها مناعات المضادات الحيوية. صحيح، يعني الإنسان بيمنع من المضاد الحيوي من كتر استخدامه، فما ينفعش إن بيمنع، يعني بيبقى عنده مناعة ضد المضاد الحيوي ده. بالظبط كده، يعني المضاد الحيوي ما بيجيبش نتيجة، يعني المضاد الحيوي مع الميكروب ولا حاجة، بيفقد قيمته خلاص طبعًا. لأنه هو يعني تم استخدامه بطريقة خاطئة. احنا بنقول عليه زي البونبوني ملوش لازمة. صحيح صحيح، وده من كتر ما الناس أخدته من غير حاجة ولا لازمة، فبالتالي هو فقد قيمته أو فقد قدرته على علاج الفيروس. هو يمكن الناس بدأت تتنور شوية، ما تنفعش يعني يجيبوا أي حاجة لكن ما يجيبوش المضادات الحيوية. واحنا طبعا بنحس الناس او بنقول للناس او بنعرف الناس ان اي حاجه تتجاب الا المضادات الحيويه، يعني ممكن نجيب خافض للحراره، ممكن نجيب ادويه كحه اللي هي الاعشاب او ما شكل ذلك يعني، لكن في ادويه لازم تصرف بامر طبيب. طيب احنا ذكرنا ان الادويه لازم تصرف بامر طبيب، او ان المضاد الحيوي ده مش هيتاخد الا تحت استشاره طبيه، وما ينفعش يجي لنا دور برد او انفلونزا او كورونا ونروح ناخد المضاد الحيوي من غير داعي او لازمه. ولكن اكيد في ناس دلوقتي بتتابعنا وهتسال سؤال خاص بانه طيب ما تقولوا لنا امتى ناخد المضاد الحيوي، طب ما تقولوا لنا ايه المشاكل او ايه الاعراض اللي احنا لو حسينا بيها مصاحبة لينا يبقى ساعتها دور المضاد الحيوي بيجي، أو ممكن يعني إن المضاد الحيوي وقتها يعمل دور فعال. ما ينفعش نقول الكلام ده، وما ينفعش نقول للناس خدوا مضادات حيوية في وقت معين لو في كحة لو في كذا لو في كذا، لا ما ينفعش. لازم نوعية المضاد الحيوي اللي الدكتور يكتبها، يعني في دول كتير بيعملوا حاجة اسمها كالتشر سنسيتيفيتي أو اختبار حساسية للمضاد الحيوي عشان خاطر يدوا مضاد حيوي. فما ينفعش ان انا اقول لو في كحه روح خد مضاد حيوي، فيه سخونيه خد روح خد مضاد حيوي، ما ينفعش. المضادات الحيويه دي لازم باستشاره طبيب، والطبيب بيبقى عارف نوعيه الميكروب ايه عشان خاطر يقدر يدي المضاد الحيوي المناسب ليها، لان احنا عندنا طبعا من الميكروبات اعداد كبيره سواء سلبيه او موجبه، سواء عنقوديه او غيرها. وفي نفس الوقت المفروض ان بيبقى في حاجه اسمها ان انا ببقى شايف ان المضاد الحيوي ده بيستخدم لنوعيه معينه من الميكروبات، فعشان خاطر كده لازم يصرف عن طريق الطبيب. ويمكن ان في حاجه مهمه جدا حتى وانا في السعوديه قريتها، كان ان منظمه الدواء عندنا في مصر منعت استخدام ادويه المضادات الحيويه للفايل والامبولات الا عن طريق المستشفى، ما يبقاش عن طريق عياده، ما يبقاش عن طريق صيدليه، ما يبقاش عن طريق ان واحد يروح يجيب حقنه مضاد حيوي ويقول لك انا هاخدها عشان خاطر ارتاح، او في حاجات كتير جدا زي مثلا 3 في 1. لا حقنه البرد دي يا دكتور 3 في 1 بنسمع عنها كتير قوي وعامله مشاكل كبير. 3 في 1 3 في 1 دي عباره عن حقنه مضاد حيوي مع حقنه مضاد الحساسيه مع حقنه كورتيزون او مع حقنه مسكن، وده يعني أكبر كارثة. أكبر أكبر غلط. يعني طبعا احنا مش عايزين نتكلم في النقطة دي بالذات لأن النقطة دي مجالها كبير جدا وواسع جدا إنها تتاخد. بالعكس يا دكتور احنا لازم نحذر، ما هو بما إنها حلقة توعوية تخص الأسرة كلها،
ودي غلطة قاتلة بيعملها كتير جدا او عدد كبير جدا من الناس، ممكن تعمل كوارث يعني بتتباع او بتتاخد في الصيدليات كده بشكل عادي جدا وغير محظور باعها، فبالتالي ناس كتير قوي اول ما تبتدي تتعب او تحس باعراض من اللي احنا ذكرناها دلوقتي، اعراض برد، اعراض انفلونزا، شك ان هي كورونا، بتنزل على طول وبتاخد الحقنة الثلاثية اللي حياتك بتقول عليها يعني دلوقتي. الصيدلات الجميلة لا بتفكر انها تدي ثلاثة في واحد، ولا بتدي واحد في واحد، ولا بتدي حقنة مضاد حيوي دلوقتي، لان خلاص اتمنع منعا باتا ان انا ادي حقنة مضاد حيوي في صيدلية. فكون ان احنا منعنا القصة دي فاتمنع حاجة اسمها واحد في واحد او ثلاثة في واحد او خمسة في واحد. عارف يا دكتور، قبل ما يبقى يعني الصيدلي هو رقيب على نفسه، لازم المواطنين نفسهم، يعني لازم الناس اللي بتشوفنا دلوقتي وكويس قوي ان احنا بنوعي، هم اللي يبقوا فاهمين ويبقوا رقباء، ولما يجي لهم برد او دور انفلونزا يرفضوا ياخدوا الحقنه دي لانها مضره جدا بصحتهم. جدا. على ذكر اللي حياتك بتقوله، انا افتكرت دلوقتي ان الشتاء اللي فات في بنتين صغيرين توفوا نتيجه مضاد حيوي، يعني اخذوا مضاد الحيوي من غير تحليل طبي، فبالتالي كان عندهم حساسيه ضد هذا النوع من المضاد الحيوي وماتوا. البنتين ماتوا. هو في مضادات حيويه بيبقى لازم يتعمل لها اختبار وحساسيه، اختبار وحساسيه يتشاف ان الطفل ده او الشخص ده عنده حساسيه للماده دي ولا لا. ودي عممت بعد الحادثه دي، وفي نفس الوقت برضه الناس برضه ما استوعبتش، يعني الموضوع أو الناس ما هوش بسيط، ما هو يعني مش بسيط ما احناش طبعا. بنقعد نتكلم كده في الاستوديو والموضوع مسهلينه، حياه بشر. لا ده حياه بشر. بالظبط. انا اتخيل انه يعني الام والاب حياتهم ايه بعد ما فقدوا البنتين دول كده في حقنه مضاد حيوي. بننصح كل الناس صغير وكبير، رجل وامراه، ان ممنوع منعا باتا مضاد حيوي سواء حقن او كبسول او تابل او اقراص الا عن طريق دكتور، الا عن طريق استشاره طبيه من طبيب، حتى بعد اذن حضره الصيادله، ان رجاء ما يصرفوش هم المضادات الحيويه، يصرفوا خفض للحراره، يصرفوا مضاد الحساسيه، يصرفوا دواء الكحه، يصرفوا الحاجات اللي هي الاعشاب اللي موجوده في الصيدليه. والصيادله ناس جمال وناس بتتبع التعليمات وتلتزم بيها، واول ما قالوا ان مفيش مضادات حيويه تتاخد انجكشن او تتاخد حقن عن طريق سواء فايل او انبول، القرار نفذ وعمم على مستوى الصيدلات كلها. طيب دكتور، عايزه اتكلم في نقطه هي يعني شهيره جدا، بتحصل كتير جدا في فصل الشتاء، انا شخصيا دلوقتي حاصله معايا. يعني بنبقى قاعدين في مكان دافي، انا شخصيا كنت قاعده في مكان دافي وبعد كده دخلت الاستوديو، حياتك زي ما انت شايف كده قدامك، لازم تقول يا رب يمكن يطفوه لنا دلوقتي. ثلاجه. مظبوط. حياتك متلج صح؟ لا انا احنا قاعدين في ثلاجه لكن مش متلج انا. انا بحب الساعه اصلا. طيب. لا يعني مش ملياش قوي في الساعه. بس انا بتكلم في ايه بقى يا دكتور؟ انه الناس متكلفته تحت البطاطين، متكلفته تحت اللحافه، قاعدين متدفيين، ممكن يكونوا مشغلين دفايه او تكييف سخن. اغلب الناس ممكن تبقى عامله كده في الشتاء، يعني حتى لو مفيش دفايه وتكييف احنا قاعدين تحت البطاطين. ننزل بقى يا دكتور الجو تحت، الجو تلج. بيحصل بقى هنا مشاكل كتير قوي، اولها في الحلق والزور. يعني انا دلوقتي قاعده وحاسه ان عندي مشكله في زوري، يبقى لازم تروح للدكتور. لازم اروح لدكتور. طبعا. ولكن مفيش حاجات اوليه نقدر نعملها؟ يعني انا مثلا دلوقتي هخرج من الاستوديو اشرب حاجه سخنه مثلا. في حاجات مهمه جدا وخاصه بالنسبه للاطفال، ان الطفل اللي بيروح المدرسه ده لازم يصحى قبل ميعاده بساعه، دي اول حاجه. لازم يفطر قبل ما ينزل، لازم يشرب حاجه سخنه، وقبل ما ينزل لازم يتاقلم بالجو، يبقى يتفتح شيش او ازاز او اي حاجه بحيث ان الجو يبقى ملائم للطفل. تاني حاجه، الطفل بيلبس جاكيت، مش مجرد انه ينزل الباص يقلع الجاكيت ويبقى خلاص كان شايل لم يكن، لسه الجو ساقع. هي المشكله يا دكتور ايه؟ هو في البيت متدفي جدا، ولسه حياتك قايل من السرير تحت 20 بطانيه و20 لحاف، قام فطر نزل. لا احنا قلنا ساعه. ساعه عشان خاطر يتاقلم بالجو، وفي نفس الوقت
مامستر ساعه بس مش في السرير بقى، لا مش في السرير، يتحرك يتحرك يغسل وشه ويغسل سنانه، هيغسل وشه، هيتوضى ويصلي، هيغسل سنانه، هيفطر، هيلف حوالين نفسه، هيحضر الشنطه بتاعته، هيجهز كل حاجه، يعني هيظبط كل حاجه، هيبتدي ياخد حراره الجو الخارجي، وفي نفس الوقت يبقى فيه مفتوح جزء من هواء الخارج، يعني شيش او ازاز او ما شكل ذلك. طيب وبعدين يركب الباص ما يقلعش الجاكيت حتى لو الباص مقفل، لانه كتير جدا بيدخلوا، ودي برضو غلطه انا بنبه عليها، وحياتك تقول الكلام ده صح ولا غلط، بلاش الباصات المقفله كلها، ده اكيد بلاش الشبابيك كلها تبقى مقفله، اكيد لازم يبقى في منفس للباص حتى لو جزء من لو سنتي واحد من كل ازاز. يعني افكر انه لو طفل واحد عنده عدوى الباص كله خلاص تعالى، ما هو ده طبيعي. الفيروس بيتنقل عن طريق ايه؟ بيتنقل عن طريق الهواء المقفول، الرذاذ، الهواء المقفول، صحيح. الهواء المقفول سواء رذاذ او سواء نفس مباشر او ايا كان بقى نوعيه المكان المغلق اللي هو اللي بيبقى مكدس بالاطفال او مكدس بالناس، وفي نفس الوقت بيسبب العدوى. يعني اطفال كبار لو هم نازلين من البيت والبيت دافي، نازلين على مكان بارد او ابرد، لازم ياخدوا فتره. اه طبعا. طيب يشربوا حاجه دافيه، يشربوا حاجه ساقعه، لازم يفطروا فطار، اي فطار ايا كان نوعيته حتى لو خفيف، يشربوا حاجه سخنه، وقبل ما ينزلوا يشربوا ميه او يشربوا نص كوبايه ميه قبل النزول. ايوه ده دايما تنصحوا بيه، قبل ما تنزلوا الطفل على الجو البارد شربوه شويه ميه. بالظبط كده، لان شويه ميه ايه بقى؟ ميه عاديه، ميه عاديه من الحنفيه، من الحنفيه، من الفلتر، من الازازه، من ايا كان، بقصد يعني بنفس بنفس الدرجه بتاعت طبيعه الجو، يعني يشرب شويه وبعد كده. اه ولازم يفطر طبعا، عشان الامهات الكتير اللي بتتغلب مع اولادها الصبح عشان الفطار. الوجبه الاساسيه بالنسبه للانسان هي الفطار. الفطار بقى كويس، الطفل على الساعة 2 3 هيجوع وهيتغدى، الطفل ما فطرش مش هيتغدى، ومش هيتغدى كويس. ليه بقى؟ معدته بتقفل. اه طبعا الافرازات المعدية تأثر عليه. طيب في امهات تقول ايه، انا مش بفطر الصبح لان انا كده كده يعني في ساندوتشات، بياخد ساندوتشات معاه ومعاه الفاكهة بتاعته ومعاه العصير او ال، مع ان لسه هنتكلم على قصه العصاير المعلبه دي، لانه انا قايله خبر في المقدمه بتاعت الحلقه خطير جدا. طيب هي الام تقول خلاص مش لازم افطره الصبح، وهو هينزل بالساندوتشات بتاعته هياكل في المدرسه. اولا لازم يفطر حتى لو هياخد سندوتشاته معاه، وهياخد سندوتشاته معاه ويفطر في المدرسه تاني، يعني مش معاه السندوتشات يبقى ما يفطرش في البيت، مش معاه سندوتشات مش معناه انه يبقى يغيرش ريقه وما يظبطش يومه، مجرد انه ما فطرش ممكن يرجع بالسندوتشات تاني من غير ما يكون، لانه بس نفهم الفكره دي، لانه معدته بتبقى قفلت. بالظبط، الافرازات المعديه بتزيد، فبيبقى في حاجه اسمها فقدان شهيه نتيجه الافرازات المعديه، وبيبقى في غثيان او ميل للقيء. أيوة. نتيجه الافرازات المعديه. على فكره احنا نفسنا لما ما بنفطرش بيبقى عندنا نفس الحالات، بالظبط ميل الغثيان او القيء، وبنبقى حاسين ان احنا معدتنا مش مرتاحه. بالظبط كده، صحيح. لا بعد الحلقه لازم اكشف على حضرتك. طيب دكتور في حاجه تانية عايزه اقولها خاصه بانه بعض الامهات تقول ايه وهي بتتفرج علينا دلوقتي، انتوا مش عارفين المعاناه ولا الحرب اللي انا يعني باخدها الصبح وانا بصحي الاولاد عشان ينزلوا يروحوا المدرسه، بمعنى ان انا أأكل إيه وأقول لهم دي بيضة مسلوقة ولا دي كوباية لبن ولا ده معلقة عسل، هم مش متقبلين خالص إن هم يأكلوا. يعني أنا عايز أقول كلمة من غير زعل، معذرة للسيدات، يعني الأم زمان والأم النهاردة، الأم زمان كان بتربي كم طفل، وكانت بتربيه إزاي، وكانت بتربيه إزاي، كانت بتربيه عن طريق ان بتصرخ وتزعق وتنرفز عليه وتتعصب عليه؟ لا خالص، عمر الام زمان ما كانت بتتعصب، وخاصه من الصبح، لا بتطبطب وتدادي وتدلع كمان. طيب انا عندي اعتراض شويه على المقارنه دي، لان المقارنه دي فيها شويه ظلم الام بتاعت اكيد النهارده. انا عارف اكيد حقيقي اكيد، ممكن اقول ظروف الحياه
بالظبط. الظروف هي الحياة. ام بتاعت زمان دي ما كانت قاعده في البيت معززه بالزبط. مكرمه. ما احنا لسه هنقول جمله ثانيه. بيعمل كل حاجه لسه هنقول جمله ثانيه. لسه هنقول جمله ثانيه. لكن الام بتاعت النهارده دي لا. ام مطحونه جدا. ام برضو في الاول والاخر ام. بس ام مطحونه. يبقى لازم معلش يعني برضو هي بتنزل بتركب مواصلات بتتعرض لضغوطات في شغلها كتير جدا، ازاي بقى هي وبعد كده كمان تبقى راجعه اكيد المخرج مش عاجبه الكلام تبقى راجعه عندها الشغل في البيت، عندها غدا لازم تعمله لاولادها. اكيد اكيد. بس في نقطه كتير قوي، في نقطه لازم تبدا يومها بهدوء عشان خاطر الحياه تبقى بدايتها هاديه، تطبطب وتدادي الصبح بالذات يعني فترة الصبح بالذات. هي ما عندهاش وقت تطبطب وتدادي لان هي لازم تلبس وتجري. لا والله كله في 5 دقائق 10 دقائق. يعني ممكن اصاحب عنف، ممكن اصاحب طبطبه، ممكن البس بعنف، ممكن البس بطبطبه. انا مش بتكلم على ان الست لا الست الحديثه او الام اللي النهارده لا في ستريس رهيب وفي انفعالات رهيبه وفي توتر رهيب وما بين شغل وما بين بيت وما بين زوج وما بين حياه وما بين اقتصاد وما بين كل حاجه. طب ما الاب يدادي، يعني الاب يدادي شويه. الاب بيكون نزل الشغل، بيكون نزل الشغل. هي كمان برضو بتبقى نازله الشغل. ايمان مدام ايمان الو. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله، اتفضلي. كل سنه وحضرتكم طيبين. وانت بألف خير. كله طيب بخير. كل سنه وانت طيبه يا ايمان، اتفضلي. بقى اوجه رساله شكر للرئيس السيسي، ربنا يخليه لنا ويحميه لمصر. بشكرك جدا يا ايمان. رساله جميله للعالم كله، وربنا يخليه لنا يا رب. يا رب. اتفضلي يا ايمان، اتفضلي. دكتور معاكي. حضرتك انا دلوقتي عايزه اخد اللي هي قارات الخميره دي. فناس كتير قالت لي يعني اضرارها وحشه قوي يعني في المعده وكده، بتتعب الجهاز الهضمي والمعده وكده. معقول؟ انا مش عارفه ايه قراص الخميره دي، بس هنسال عليه. هو دلوقتي ده سؤالك يا ايمان؟ حضرتك عندك اسئله تانية؟ لا شكرا، ربنا يخليكم يا رب. بشكرك جدا. انت حضرتك وزنك زايد يا مدام ايمان؟ لا هي راحت. راحت. طب الاول يا دكتور اشرح لنا كده ايه هي قراص الخميره دي. هي عباره عن خميره. هي خميره بس على هيئه بس على هيئه قراص. طيب هي ليه؟ وعلى فكره مش مضره. قراص الخميره غير ضاره. دول بيقولوا الخميره دي اصلا هي مفيده جدا. مفيده جدا للجهاز الهضمي. وفي بعض الناس بياخدوها على مسميات ادويه للتخسيس للاتش بايلوري او جرثومة المعدة، او بيتاخد لما واحد يكون عنده حموضة او حمو او حاجات زي كده، وبيتاخد مع التهابات المعدة. ده اقراص الخميرة. اقراص الخميرة يمكن زمان قبل اقراص الخميرة كان يروح يجيبوا الخميرة البيرة من فرن ويدوبوا جزء منها في نص كوباية مية وتتشرب. لما تبقى اقراص خميرة لا مفيدة جدا وما فيهاش تخويف يعني. ناخد نهاية على التليفون ونرجع. يعني هي ايمان خديها لان الدكتور بيشكر فيها وبيقول ان هي مفيده جدا ومفيش منها اضرار زي ما الناس بتقول لك. مدام ناهد الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. كل سنه وحضراتكم طيبين. وانت بألف خير يا مدام ناهد. كل سنه وانت طيبه. بخير وانت طيبه حضرتك. ازيك يا استاذه هند؟ الحمد لله انا كويسه، اتفضلي. الحمد لله يا حضرتك. الحمد لله. انا من اسكندريه بكلم حضرتك على طول. اسكندريه اخبارها ايه بقى في البرد ده؟ نطره والله وعوم. يا ناهد انا مش قادره اتكلم من كتر ما الاستوديو ثلاجه، مش عارفه اتكلم. لا والله نطره وعوم والله. لا بس على فكره القاهره اسكندريه اكثر من القاهره. اسكندريه اكثر من القاهره. معقول؟ انا اول مره اسكندريه اكثر من القاهره المعلومه دي. الحمد لله. طب يا بختكم دي المطره دي حلوه قوي. خير؟ خير ان شاء الله. اتفضلي. كله خيرنا عند ربنا. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك. اتفضلي دكتور. ازي حضرتك يا دكتور مدحت؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب. دكتور حضرتك بتقول ان المضاد الحيوي بلاش منه الاقراص. بالنسبه الا باستشاره طبيب. طيب الا باستشاره الطبيب. يعني احنا دلوقتي انا عشان مثلا عندي في شويه التهاب في زوري او في مثلا مغزى بلغم في زوري. طبعا كنت باخد الاول المضاد الحيوي دون، كان بيزود معايا البلغم وكان خلاص عادي، كان دور البرد كان بينتهي. طب دلوقتي انا لو ما خدتش بالشمس المضاد الحيوي دي، وطبعا في التهاب في زوري او مثلا في بلغم في زوري فمش عارفه قبل عريقي، فطبعا طب هعمل ايه طيب؟ طيب هقول لك على حاجه. هو المضاد الحيوي هو اللي بيدوب البلغم؟ هو
ونسمع كده وفعلا بيجيب نتيجه. لا مش بيجيب نتيجه يا مدام ناهد ولا نهاد؟ ناهد. مدام ناهد، اولا مش بيجيب نتيجه، ثانيا انت ممكن تاخدي مضاد حيوي واثنين وثلاثه وما يكونش ضد الميكروب اللي عندك اصلا. الحاجه الثانيه انك ممكن تاخدي حاجات تدوب لك البلغم وتطرد لك البلغم من غير مضاد حيوي. وفي حاجات كتير جدا، زي مثلا اول حاجه بالنسبه لارتفاع درجه الحراره الباراسيتامول، في ادويه كحه كتير جدا عباره عن اعشاب مذيبه للبلغم وطارده للبلغم ومهدئه للكحه. لكن كون ان احنا نقول ان احنا المضاد الحيوي بيدوب البلغم، عمره ما بيدوب البلغم. هو المضاد الحيوي بيستخدم كانه ده ضد الميكروب عشان خاطر يقلل الميكروب. وهقول لك على حاجه حلوه عشان خاطر تضيعي البلغم، السوائل الدافيه مذيبه للبلغم وطارده للبلغم. الغرغره شاي بليمون او بميه بملح او بميه دافيه، دي بتدوب البلغم وتطرد البلغم وبتريح الزور بسرعه. يعني انت لو ما استخدمتيش مضادات حيويه وجيتي على الحلق كده وشربت حاجات سخنه كتير، ايا كان نوعيه السوائل الدافيه، المهم الكم مش النوع. الحاجه الثانيه غرغره شاي بليمون او غرغره ميه بملح او غرغره ميه دافيه، هتبص تلاقي زورك ارتاح وبقى زي الفل من غير مضاد حيوي ومن غير ما تصرفي فلوس ومن غير ما تضيعي فلوس. شفتي كمان يعني هتوفري اهو كمان. طبعا. طبعا طبعا توفري بقى وتشتري سمك. طب وبالنسبه طب وبالنسبه للبرشام اللي هو دلوقتي البنادول، يعني البنادول برضه بنسمع عنه كتير انه بتاخد برضه في اوقات البرد. بصي يا مدام ناهد، هقول لك اسماء لو سمحت. طيب هقول لك حاجه، الباراسيتامول عموما حلو وخافض للحراره ومضاد للالتهاب. كون بقى المسميات ملناش دعوه بيها، كون المسميات اللي هي بتختلط بالباراسيتامول، يعني في مكونات بتختلط بالباراسيتامول بغض النظر عن المسمى اسمه ايه، ده في حاجات صح وفي حاجات غلط. يعني مريض الضغط ومريض السكر ومريض القلب ما ياخدش حاجة غير الباراسيتامول بيور من غير أي حاجة تانية. ما أنا باخد علاج الضغط يا دكتور. طيب يبقى ما تاخديش غير الباراسيتامول لوحده. ألف سلامة عليك. ألف سلامة عليك. ألف سلامة عليك. الكوليسترول والدهون الثلاثية. ألف سلامة عليك. وأنا هقول لك أنا ليه بقول لك بقى وفري فلوس المضاد الحيوي وهاتي أكلة سمك. هقول لك ليه بقى، ركزي معانا. بالنسبه بقى الموضوع الاكل ده، وبعدين انت اسكندريه ده اكيد كل يوم سمك صح ولا ما انا بقول ما انا بقول لحضرتك برضو بموضوع الاكل ده برضو، يعني موضوع البرد ده برضو بالناس كتير بتكششنا ان احنا ناكل، ان ما ناكلش بيض ما ناكلش سمك ما ناكلش. طب انا هسالك لان بيقولوا ان دي يعني مش حاجات حقيقيه ولا حاجه، هسالك برضو. بشكرك جدا يا مدام ناهد والف سلامه عليكي. يا دكتور انا مش عايزه الحلقه دي تخلص من غير ما نتكلم على جهازنا المناعي، لانه مهم جدا، ده يعني كنز من عند ربنا. طبعا انا كنت بقول لها وفري الفلوس وروحي بقى كلي اكله سمك حلوه، وفري فلوس المضاد الحيوي. لانه عجبتني بقى. لازم عايزين نوفر الفلوس الايام دي الحقيقه. ان شاء الله. صحيح. طيب دكتور الاكل ناكل ايه عشان مناعتنا تبقى افضل، وايه الحاجات اللي ممكن نكون بنعملها واحنا بناكل غصب عننا او بارادتنا لانه مثلا ما عندناش وقت نطبخ في البيت، بنشتري حاجات جاهزه كتير. طيب نقول ايه الاول اللي بيرفع المناعه؟ بالظبط. واحد الراحه، اتنين الاكل والشرب، ثلاثة النوم، نوم قدر كويس بالليل، نوم الليل مش نوم النهار، ده بيرفع لي المناعه. الراحه ان انا ما دخلش نفسي كل حاجه ودخل نفسي في مشاكل كتير. هقف عند الراحه دي قصد حضرتك الاسترس، الاسترس والانفعالات والتوتر والقلق اللي ملوش لازمه. نبعد عن الاسترس اللي ملوش لازمه. استاذ حمدي. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ حمدي، اتفضل. كل سنه وحضرتك وحياتك بالف خير. اتفضل. والدكتور كل سنه وهو طيب. وحضرتك بالف خير وسعاده يا رب. ربنا يخلي حضرتك. الله يخليك حبيبي. لو سمحت انا في عندي اكلان في مناخيري كده على طول بعطل. على طول، فانا ماشي على برشام، يعني ممكن اقول لحضرتك على ايه؟ لا ما تقولوش عشان خاطر ده مسمى ادويه. لكن انا هقول لك على حاجه. اسم التجاري يا فندم يا دكتور. ايه؟ هو الاسم الطبي الاسم العلمي. اتفضل اتفضل يا استاذ حمدي. اللي هو كولد بريز.
ده الاسم طيب. العلمي صح؟ انت بتشتكي من ضغط او سكر او حاجه يا حاج حمدي؟ لا لا يا دكتور لا. طيب الدواء ده يعني بلاش تاخده كتير. لان احنا برضو هنقول تاني الباراسيتامول بمشتقات معاه ما ينفعش. لكن ممكن تاخد اي حاجه مضاده للحساسيه هتريحك هتظبطك هتخليك مرتاح، مش هتخلي فيه كلام في مناخيرك، ومش هتخلي فيه رشح، ومش هتخلي فيه عطس، ومش هتخلي فيه زكام. بس من غير ما تاخد ادويه احتقان. لازم تروح لدكتور عشان خاطر يديك ادويه نقول عليها ان عباره عن كوكتيل من الادويه في قرص واحد يعني. بشكرك يا استاذ حمدي والف سلامه عليك. شكرا شكرا دكتور. حضرتك قلت وانا ده يعني لفت نظري جدا انه البعد عن الضغوط العصبيه الاسترس هنتكلم عن الراحه المشاكل دي من اول الحاجات اللي ممكن تضعف جهاز المناعه طبعا. على فكره انا لاحظت حاجه، لما الشخص بيتوتر كتير او بيبقى عنده مشاكل كتير، كنت لسه بتكلم مع حد في القصه دي، صاحبتي على طول عيانه وعلى طول عندها مشاكل بتاعها كتير جدا، بيجي لها ادوار برد كتير جدا، لانه ايه مناعتها متاثره بقى طبعا. ده اكيد احنا دلوقتي بنقول عدم الانفعال والتوتر وعدم القلق وعدم العصبيه اللي عماله على بطال. احنا دلوقتي احنا بشر. البشر ده بيبقى شويه فوق وشويه تحت، شويه عصبي وشويه هادي، لكن الانفعال اللي ملوش لازمه نوفره. التوتر اللي ملوش لازمه نوفره. ونقدر نعمل ده على فكره بحاجات كتير قوي كتير يعني جدا. نقدر عندنا كتير. عندنا اليات بقصد نقدر نستخدمها عشان نبقى اهدى. يعني ممكن تقرا كتاب بتحبه، ممكن ترسم، ممكن تسمع مزيكا هي بتحبها. لو اتنرفزت مثلا او اتعصبت قمت غسلت وشي هدى شويه، اتوضيت مثلا، اتوضيت صحيح هدى اكتر، صحيح. اصلي ركعتين هدى اكتر واكتر صحيح. فهي بالترتيب وكده ستيب باي ستيب. يعني احنا مش هنقول للي بينفعل لا قوم اتوضى وصلي واعمل واعمل واعمل، لا احنا كل بالخطوة. واحد يعمل الحاجات اللي هو عارفها كويس بالزبط. قوي دي بتهديه بالظبط، او بتخرجه عن الاسترس اللي هو بيعيشه بالظبط كده. استاذ خالد دايما في وصايا. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ خالد، اتفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. اتفضل دكتور. والله انا بسال في القولون حضرتك، القولون تعبني جدا خصوصا لما باجي انام بالليل. كنت عايز اسال الدكتور لما باجي انام بالليل بيحصل لي حاجه زي تكريعه كده، وجع الم في البطن وبتكرع كتير، وبقالها معايا حوالي 30 3، جبت ادويه كتير وعلاجات كتير ومفيش نتيجه. عندك كم سنه يا استاذ خالد؟ 55. 55. إيه حضرتك شغال ايه؟ انا شغال في الامن الخاص. طيب دلوقتي فيه نقطتين مهمين جدا. اول حاجه ما تاكلش وتنام. تاني حاجه تمام. نظم وجباتك. اتفضل. دول مهمين جدا. في حاجه مهمه جدا بقى، الانفعال والعصبيه والتوتر والقلق. اصلا تاني حاجه أكيد. القهوه والشاي والبيبسي والكلام الفاضي ده كله بيوتر. وعلى فكره انت بتشتكي دلوقتي التكريعه دي معده مش قولون، لكن انتفاخات. التكريعه حضرتك ايه؟ التكريعه ايه؟ بيبقى تاثير في المعده مش القولون. المعده تعباني فعلا. وبعدين هو ممكن شغله يبقى عشان طبيعه شغلك شفتات صح مظبوط، يعني مش مواعيد منتظمه. شفتات يا استاذ خالد؟ لا حضرتك في الامن الخاص يعني. أيوه. حارس يعني. ايوه 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 انا فاهمه. طيب. بس يعني مواعيد ثابته بقصد. حضرتك انا مقيم على طول في المكان يعني. ايوه ايوه هو مقيم ثابت في مكان تمام، بيتحرك براحته، يقعد براحته، يقوم براحته. فيقدر ينظم التكريعه دي يا دكتور. التكريعه اللي بتجيلي دي يا دكتور ايه علاجها حضرتك؟ علاجها اشرب ميه كتير. اشرب ميه كتير يعني. وما تاكلش وتنام. تمام. وفي حاجه اسمها كمون. كمون؟ كوبايه كمون او كوبايتين كمون في اليوم هتظبطك وتخليك زي الفل. الله يكرمك يا دكتور. ولو عملت كوكتيل من كمون وينسون ونعناع وشمر يبقى زي الفل، وهيبقى هادي بقى. طبعا هادي جدا. وعارف سلام عليك يا خالد. كان عندي سؤال اتفضل لحضرتك. يعني انا غلطت صراحه اتواصل مع حد. كان عندي اقتراحات. هو معلش الموضوع بعيد خالص عن السؤال. انا بشكر الدكتور الاول، لكن الموضوع بيتعلق بكره القدم. عندي تعديلات مهمه جدا ومش عارف اوصل لحد. بس احنا مش النيل للرياضه.
احنا برنامج طبي يا استاذ خالد، فممكن حضرتك تتواصل بقى مع يعني النيل للرياضه وتقدم مقترحاتك. انا بشكرك جدا، الف سلامه عليك. طيب دكتور، احنا قلنا الاسترس دي اول حاجه لازم الناس تبعد عنها، وكل واحد عارف ايه الطريقه اللي ممكن يخرج بيها عن يعني كل الحاجات اللي ممكن تبقى ضغط على اعصابه، وايه الطرق اللي ممكن يستخدمها عشان يخف الاسترس شويه. طيب الاكل بقى يا دكتور؟ لا، الشرب الاول. الشرب طيب تمام. اول حاجه لازم يشرب ميه كتير في الشتاء بالذات. الشتاء الجسم ما بيبقاش محتاج ميه قوي، فالانسان بيكسل او الشخص بيكسل انه يشرب ميه. لا، مهم جدا الميه لرفع جهاز المناعه. على الاقل 3 لتر ميه يوميا، بالاضافه للسوائل الدافيه. السوائل الدافيه اليانسون، ايوه ده مضاد للفيروسات. اليانسون مضاد للفيروس. انا كنت بسال على الاكل اللي بيرفع المناعه، وحياتك قلت لا احنا هنبدا بالشرب. بالشرب. ايه المشروبات؟ المشروبات اول حاجه الميه. على الاقل 3 لتر ميه يوميا، وفي نفس الوقت المفروض ان ال 3 لتر دول مقسمين في اليوم، مش هنشربهم مره واحده، وفي نفس الوقت ما ننساش نفسنا في الميه. معظم الناس تقول لك في الشتاء انا ما بشربش كوبايه ميه، يعني لو شرب كوبايه ميه تبقى يعني كتير. لا، مهم جدا الميه لرفع جهاز المناعه. تاني حاجة المشروبات الدافية، وخاصة اليانسون على أساس إنه مضاد الفيروسات. الليمون، الليمون ده طبعا يعني مفعول سحر. بس إيه، لو حد عنده ارتجاع في المريء يبعد بقى عن الليمون لأنه حمضي قوي. يتاخد بعد الأكل مباشرة. بعد الأكل مباشرة، يعني على المعدة ممتلئة. هو أصل خلي بالك إن الليمون عبارة عن أسكوربيك أسيد، أو عبارة عن أسكوربيت، والمعدة نفسها اتش سي ال. لما يتاخد بعد الأكل بيبقى أخف ضرر. الحاجة اللي بعد كده الأكل، وهنرجع تاني لوجبة الفطار. وجبة الفطار دي أساس. تاني حاجة الخضروات والفاكهة والأكل اللي هو الصحي الطازج، أهم مليون مرة من المحفوظ والمعلب والكلام ده كله. يعني ما يبقاش البسلة عندي في السوق وأروح أجيب بسلة من الماركت. لا، ثانية واحدة بقى، عشان دي ده هيبقى سؤال ستات كتير قوي. البسلة الفروزن لا؟ لا، كويسة بس أقل فايدة. أقل فايدة. من نظيرتها. مع إن بيقول طريقة الحفظ عن طريق التجميد يا دكتور ما بيفقدهاش فيتامينات. بيفقد بعض الشيء. بعض الشيء. وليس كل الشيء. طيب خلاص، يبقى نجيبها بقى، مع انها بتاخد وقت اطول بس هي هتبقى افيد وصحيه اكتر. نتكلم على الخضروات عموما، مش البسله بس، الخضروات عموما. الوقت الشتاء بيبقى الخضار طبعا مال السوق ومال طبق سلطه كده كبير مليان الوان مختلفه، ده صحي ومفيد جدا. يعني في بنجر، يعني في لفت، يعني في طماطم، من اول الطماطم والخيار والفلفل والكابوتشا والقص والكرنب الوان، في الاحمر، في حاجه اسمها السلطه البلدي اللي هي الشبت والكزبره والبقدونس. فين الناس بتاكلها ما بتاكلهاش؟ شبت وكزبره وبقدونس مع السلطه العاديه. مع السلطه العاديه. احنا متعودين واحنا في البلد في الفلاحين. لا، ده وجبه اساسيه، ده طبق اساسي. عشان كده دايما يعني بجد في المناطق الريفيه الناس صحتها افضل بكتير جدا من لا، مليون مره. مليون مره. مش عايزين نحسدهم بقى يا دكتور بعدين. ربنا يديهم الصحه والعافيه. ناخد استاذ اشرف. الفلاحين والصعايده دول اهلنا حقيقي، وناسنا احسن ناس وحبايبنا طبعا. استاذ اشرف، السلام عليكم. اتفضل. عليكم السلام. حضرتك يا استاذ؟ الحمد لله طبعا. اتفضل يا دكتور. انا لما بتجيني برد ولا اخد حاجه ما كحش ابدا ولا اسخن، بس ما بينفعش غير يكون مضاد حيوي. انا دلوقتي باخد حاجه من الصيدليه اللي هي فيها فيتامين سي وحاجه فيها الشيسينيا دي، ممكن امشي عليها على طول. فيتامين د القلب. الله ينور عليك. الله ينور عليك يا دكتور، يا استاذ اشرف. ايوه.
فيتامين لا لا الف. هي دي الحاجه اللي بترفع المناعه الادويه من ضمن فيتامين الف يا دكتور من غير انا عندي 58 سنه. ربنا يديك الصحه والعافيه. ممكن اخده كم مره من غير ما احلل يعني؟ مره واحده بعد الفطار. كل يوم؟ لا كل يوم في الشتاء مش كل يوم على طول مدى الحياه. ما عملش يوم ولديه ولا حاجه في النص؟ مش محتاج يعني. انت شغال ايه يا اشرف؟ نعم شغال ايه؟ انا فارماسيست. يعني بتتحرك بالنهار يعني بتتعرض للاشعه الفوق البنفسجيه. يعني فيتامين د بيمتص من تحت الجلد عندك. الحمد لله. ربنا يديك الصحه والعافيه. خد اذا انت بتاخد كده حبايه بعد الفطار بس يوميا لمده 3 شهور وخلاص انتهت القصه يعني. بس ما عملتش تحاليل يا دكتور. لو عايز تعمل لو عايز تعمل ضمانا اعمل، لكن جسمك مش في احتياج يعني. افضل طبعا. طيب بشكرك يا استاذ اشرف. دكتور هنرجع للاكل مره ثانيه. السمك اخباره ايه في قصه المناعه دي؟ جميل جدا طبعا. في معادن، في املاح، في بروتين، في حاجات احماض امينيه اوليه وغير اوليه، احماض امينيه ضروريه وغير ضروريه، وعلى فكره من البروتين السهل الهضم جدا. صحيح. وفي نفس الوقت بيدي طاقه، وفي نفس الوقت بيرفع المناعه. هو بس المشكله عندنا في المقلي والمحمر. واحنا بقى بنحب قوي السمك المقلي. لا دلوقتي بقى في بولتي مقلي. لا صح؟ طب بولتي مشوي ماله؟ بس طب بوري مشوي ماله؟ انا بحب بقى سنجاري. البوري المشوي هايل. صحيح. ممكن سنجاري مثلا. صح الحاجات دي ما هي حلوه. يعني نبعد شويه. حياتك تقصد نبعد شويه عن المقليات؟ نبعد عن اللي الاسماك المقليه. الاسماك المقليه وهم فعلا المصريين يعني بيحبوا شويه الاسماك بالزبط. المقليه النفس بتميل ليها او النفس بتميل عشان بتبقى كده مقرمشه وطعمها حلو. لا بس برضو المشوي حلو. ناكل مشوي خلاص. تمام. طيب دكتور العسل اخباره ايه للمناعه؟ العسل الاسود حلو بس فيه كميه سكريات عاليه. العسل حياتك ليه سكت شويه؟ لان طبعا مرضى السكر، لان الناس اللي بتعمل ريجيم، لان الناس اللي السكر بيأثر معاها. فطبعا يعني عشان خاطر كده انا سكتت. ناخد استاذ رفعت. يا استاذ رفعت. الو الو اتفضل. النبي كنت عايز اسال بس دكتور على ال يا ودى ودى. الو ايوه استاذ رفعت اتفضل. والنبي انا كنت بس بسال على بيجيني كده كل يوم وداني بتقفل ويبقى فيها هواء ده كل يوم. طيب انا بستاذن حضرتك توطي التلفزيون كمان يا استاذ رفعت عشان يعني نتواصل معاك بشكل اسرع. اتفضل. حضرتك دي شكوتك؟ ده سؤالك؟ أيوة. استاذ رفعت. ايوه يا دكتور. انت حضرتك رحت للدكتور انف واذن؟ لا يا دكتور والله. طيب اي دكتور انف واذن قريب منك روح له حبيبي يشوف اولا طبلة الاذن اخبارها ايه، يشوف قناه السكيس اخبارها ايه، يشوف في التهابات في الحلقه عندك ولا لا.